اهلا بكم من جديد في ملحمه حياه بليغ حمدي الطويله. كانت الاقدار كريمه جدا معه، وفي نفس الوقت لم تكن رحيمه في بعض الاوقات به. الازمه التي تعرض لها، القضيه المشهوره باسم سميره مليان، باختصار يعني هو بليغ كان بيتعامل بيته كدوار، يعني ناس بتسهر وبتيجي وبتغني وبتاكل وبتشرب، واحيانا لانه ما كانش بيرد حد يعني كان ممكن يسيب ضيوفه ويدخل ينام او يدخل يشتغل وهم موجودين. استيقظت القاهره على خبر انه فتاه مغربيه، سميره مليان، مطربه جديده، سقطت او القيت او ايا كان من بيت بليغ حمدي وهي عارية في الشارع، واتهم بليغ حمدي في هذه القضية وحكم عليه بالسجن. وقبل تأييد الحكم خرج وراح باريس، قعد 5 سنين. عايز أوري لحضراتكم قبل ما أستأنف حواري مع ضيوفي الأعزاء الأصدقاء الأستاذ أيمن الحكيم والأستاذ محمد العسيري، أوريكم اللقطة وبليغ راجع بعد 5 سنين غربة في باريس. مش 5 سنين غربة، 5 سنين هروب. ورونا يا شباب.